اوعى تسيب حد، تسيب مالك لحد وتقول له بعد ما اموت اعمل لي صدقه. انا بقول لك اهو مش هيعمل لك حاجه، هيطلع له 100 واحد من تحت الارض يقول له الحل الحي ابقى من ميت والكلام ده، والله يرحمه بقى، الله يرحمه راح، خلي بقى ده العيال والمش عارف ايه الكلام اللي نفسك فيه اعمله انت حي. كن وصية نفسك لكل شيء انت بتعمله هنا بيدخل في رصيدك انت فقط، تتصدق يدخل في رصيدك فقط، تسيبه يدخل في رصيد العيال، يا اما يتصدقوا وما تصدقوش دي قصة تانية. فكل الانسان المفلح يعيش في الدنيا وعينه تطل على الآخرة.